متتبعينا الأوفياء، أهلا وسهلا. بعد توقيف المشتبه بها آخر تطورات قضية مقتل الطالب الجامعي أنوار يدلي بها ابن خاله للمنابر الإعلامية. البنت واش قتلت ولا ما قتلتش لحد الساعة على حسب البلاغ ديال رجال الأمن أنها كتقول اشتباه في تورطها. احنا ما نقدروش نتهموا حتى شي واحد، ما نتهموا حتى شي حد، ولكن أكيد أكيد إن شاء الله بأنه في 48 ساعة القادمة أن الحقائق عتبان وبأن الحقيقة كلها عتبان، لأن الشرطة بكل تلويناتها وأنواعها وبكل أجهزة ديالها أنها كدير التحقيق ديالها، وهناك تنسيق أمني سواء بين الشرطة ديال العرايش وتطوان وطنجة أو كذلك التنسيق الأمني بين الإدارات، إدارة المراقبة التراب الوطني والإدارة الأمنية من أجل كشف الحقيقة، لأن الآن ما بقاتش قضية ديال العثماني ولا ديال العائلة العثماني ولا العائلة العسيري، ما بقاتش، هو المشكلة ولات مشكلة ماشي ديال مدينة العرائش ولا ديال طنجة، ولات مشكلة قضية رأي عام وطني، وبالتالي فمصلحة رجال الأمن أنها تبان الحقيقة اليوم قبل غدك قبل ما هي مصلحة، ولهذا كاينت طلبات ودعوات من أجل الحفاظ على السرية ديال التحقيق. بالنسبة واش كنت الأم ديالو أو الأسرة كانت كيعرفوا هاد البنت هادي واش كنت شوف راه الأم ولا الأب، الأبناء ديالنا اليوم تدخل غير الفيسبوك كتلقى كل واحد عنده 5000 أمي، واش أنا غنعرف 5000 أمي ولادي؟ وشوف مولادك كاين عندك الاصدقاء وعندك الصداقات وعندك كذا، واش مطلوب مني انا اب ولدي مثلا كيقرا في طنجه ولا كيقرا في الكليه نعرف صحابه كله ونعرف صحاباته؟ نقدر نعرفهم نقدر نشوفهم نقدر ما نعرفهم، سي فهمتي يعني ما شي معرفه حقيقيه ما ماشي بالضروري انني نعرف ما هو المشكل. في واحد الزمان كانت العلاقات ضيقه، كنا كنعرفوا في الحومه في واحد الزمان في السبعينات في الثمانينات كنعرفوا، دابا الاتساع وهادشي اللي كانت بان ولات الامور باش تعرف شكون وتعرف كل الاصدقاء ديال، وهي بعض المرات انت في الفيسبوك عندك 5000 امي ما كتعرفهمش. ما بالنسبه لانوار كيفاش كانت العيشه ديالو؟ كيفاش انوار العيشه ديالو؟ عاديه ككل الشباب ديال المغاربه، كان محب وعاشقا لثلاثه الحويجات، للدراسه وللرياضه والموسيقى، وهادي عادي هادشي اللي كيعجبهم الدراري، وبالتالي هاد الرياضه والدراسه والموسيقى كيجعلوا انه ينفتح على الحياه ويجعلوا بانه يكون عنده اصدقاء، لان واحد الرياضه كتعطيك اصدقاء، الدراسه كتعطيك اصدقاء، والموسيقى وهاد العالم ديال الافتراضي كتجعلك اصدقاء، فبالتالي السيد هادشي اللي كان عنده شاب ككل الشباب، واللي زوينه ديك البليات الخايبين الاخرين تقريبا اللي كنقولوا حنا ما كانش عنده لا كارو لا حشيش لا شراب لا خمر لا كذا لا حتى حاجه. بالنسبه للاعترافات اللي عثرت فيهم ديك البنت قالت بلي بغى يحاول يغتصبها. الا طلعتي انت على هاد الاعترافات انا ما طلعتش عليها. لا حيت شفنا بعض المنشورات كيقولوا بلي انا الا طلعتي انت على هاد الاعترافات انا ما طلعتش عليها، ولا شتي انت هاد المنشورات انا ما شتهاش، ولا كانت هاد المنشورات خرجوها الامن الوطني عطيوها لنا نشوفوها. لانها في حال هذه الاسئله هي اللي كتزيد عاوتاني تعمق وكتزيد، واش فعلا كاين هذه؟ لا عندك عطيه لي الله يعطيك الستر، انا يوميا في اتصال مع رجال الامن حتى اليوم ما سمعتش هذه الهضره بتاتا، ما كايناش كاع، تقول كاينه منشورات وكاينه، شكون هذا المنشور؟ شكون نشره؟ واش كنشر التحقيق المفروض اللي كيكون في التحقيق رجال الامن، الامن هما اللي في التحقيق ومع المحققه ومع هذه، مع ذلك كنتوا معاهم في التحقيق. انا ما كنتش معاهم في التحقيق وهذا الخبر لم يصلنا بتاتا. بتاتا 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 بتاتا. انتم كنتوا في اللحظات الاولى مسرح الجريمه. نعم. تقدروا توصفوا لنا الحاله ديال الام، الحاله ديال كيفاش تلقيتوها؟ من الاوائل اللي كنا في مسرح الجريمه، شنو نقول لك؟ واحد ما كيهضر مع واحد. الام منخرطه في موجه من البكاء. بكاء ثم انهيار، ثم بعد ذلك الانهيار. وفقط نتبادل النظرات والبكاء، فيما يشوف واحد في الاخر كنبكيو. الكلمات رحلت عنا ديك الساعات وجات لغه اخرى غير لغه الكلمات ولغه الحوار. جات لغه اخرى ما كانش الكلام. ما اش غتقول؟ ما يمكنش ما عندك ما فوق الصدمه ما كاين حتى شي حاجه. الكلمه الاخيره الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. والله يصبر الوالده ديالو، الله يصبرها، والله يقوي الايمان ديالها ويصبر العائله ديالو، وندائي لكل شيء وعلى راسهم الصحافه انهم الله يعطيكم السلامة ما تشجعوش الشباب على هذا الشيء، ما تشجعوش الشباب على هذا الشيء، ما تشجعوش التفاهات، وبانه خص الدوله تعطي قيمه للمؤسسات اللي كتربي،
بان المؤسسه التعليميه ما تبقاش غير كتقري تولي التربيه، والتربيه كنعرفوها تولي مؤسسات التربيه خلال التعليم، والاسره تربي والشارع يربي، لان المشكله ان مجتمع بدون اخلاق انتم كتشوفوا كيسودوا العنف وتنتظر كل شيء فيه. حاليا اخر المستجدات اللي عندنا في الاتصالات الاخيره، اخر المستجدات هو انه لا زال هناك استنطاق ديال الطفله بين قوسين المراهقه، الاستنطاق ديالها وانها راه باقا كتضرب، بانه وكاين كذلك الاستنطاق ديال القريب اللي اخفى اداه الجريمه والتليفون والبس البورتابل، وانه قريبا ان شاء الله قريبا غتبان الحقيقه. واش عندكم شي معلومات كيفاش تم العثور عليها؟ لا 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 لا، لان هذه في الاتصال واخا تكون عندي المعلومات ما نقدرش نقولها، علاش؟ لان خاص تحافظ على سريه التحقيق، لان شحال ما نخرجوا الهضره ما يبقى سريه التحقيق، وهذاك اللي غيكون مساعد خاص تتم الحفاظ على سريه التحقيق، واي حاجه جديده راه يخرجها البلاغ ديال اداره العمل الامن الوطني ان شاء الله. شكرا. شكرا.